كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث توجه إلى المنظومة الإلكترونية لبوابات دخول وخروج موظفي الوزارة، ثم تفقد مدبولي عددا من مكاتب العاملين بالوزارة وقاعة الاجتماعات والمؤتمرات، وعددا من الملحقات الأخرى بالمقر منها المركز الطبي والعيادات المجهزة لاستقبال الحالات المرضية من العاملين بالوزارة والجهات التالية. التابعة لها وخلال الجولة أجري مدبولي حواراً مع عدد من العاملين مؤكداً أنه يتم الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة